إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقات على الأيتام والفقراء فسارع لكسب الحسنات إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقات على الأيتام والفقراء فسارع لكسب الحسنات من الله من الله تلقى الخير والبركات من الله من الله تلقى الخير والبركات صدق بلباس أو مال حتى لو كان قليلا على كل محتاج سائل أو أطعم ابن سبيلا تصدق بلباس أو مال حتى لو كان قليلا على كل محتاج سائل أو أطعم ابن سبيلا من الله.